من جيل اللي هو الجيل الجمال في السينما، يعني كان في تنافس شديد. هل كنت بتبقى حريصة على التنافس الشديد ده، ان سوريا رمز لازم تبقى اجمل من، يعني كان في عندك نجمات سواء معاكي او قبلك بشوية، او يعني لا 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 لا، كنت ميرفت امين ونجلاء فتحي ومديحة لا كامل كانوا امارات، وسهير دول رمزي امارات. لا انا اقلهم في الجمال. جيل الجميلات في لا لا انا اقلهم. اقلهم طبعا في الجمال طبعا. لا دول كانوا امارات امارات يعني، الله يرحمها مديحة كامل دي تابلو، ميرفت امين قمر، ويسرى قمر، يعني دول ناس حلوين جدا جدا يعني. فانت بتقولي ده انا اقلهم طبعا جمالا يعني، طبعا. متواضع قوي. لا مش تواضع والله، ده حقيقي يعني. انت بص لنسب جمالهم وشكلهم، لا طبعا حلوين جدا جدا يعني. طيب، فهنا يعني ما كنتيش بتدخلي في حكاية المنافسة، لا انا لا لازم ابدو اكون اكثر جمالا لا وانا اللي اقش في السينما وبتاع لا لا، ما كانش فيه الكلام ده، لا ولا هم ولا احنا، ولا بالعكس، احنا اصحاب وزمايل واخوات، وكنا بنحب بعض كلنا، لغاية اللحظة دي احنا بنتكلم بعض. انا الوحيده اللي يعني الله يرحمها مديحه كامل ما فرقتهاش لغايه ما وصلتها يعني، من ساعه ما عرفنا بعض لغايه اخر لحظه مع بعض. نفس الحكايه مدام ميرفت امين، من الناس العزاز قوي 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 على قلبي، وانا افتكر ان انا كمان كده عندها يعني. ونجله نفس الحكايه يعني، ما عندناش كان حته انا احلى وانت احلى وانت الدور وانا، لا 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 خالص. طب اسالك سؤال اسفيني اسفيني شويه، اللي هو ايه، هو في عقم شوية في الجمال في السينما؟ يعني بعد الجيل بتاعكم لا لا المسألة لا أقل شوية. لا 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 لا، ده في في بنات امارات. لا لا فعلا؟ لا 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 لا، ده الجيل احنا الجديد مش ده. شايفين ولا إيه؟ لا لا معلش، احنا برضو كنا بنحط مش عارفه مكياج وحاجات كده، ونقوم من النوم عاملين مكياجنا ومش عارف ايه. لا انا شايفه دلوقتي في بنات زي القمر. لا ده في بنات حلوه جدا جدا. لا عندنا في الوسط الفني في مجموعه بنات جداد طالعه زي القمر، بس يا رب يكون تمثيلهم زي القمر زيهم بس. يعني انت بتقولي ان مش ما يكونش طموحك بس انك تكوني لا جميلة يعني. لا لا لا، طب ما في جمادات كتير، بس خلاص بيقف عند حد الجمال وخلاص، انما ما تقدرش تكمل معاهم نجوميتهم. انما لما يبقى جمال ونجوميه يعني، انا من الناس اللي عاجبني قوي في الجداد حد اسمه ياسمين صبري. ياسمين صبري. جميله جدا جدا، وممثله كويسه قوي 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 قوي. هو ياسمين شهادة من لا ده سوريا حقيقي، رمزي. ده حقيقي ممثلة كويسة جدا، وأنا بالذات لما شفتها في المسلسل اللي شفته أخيرا يعني بتاع شيرين، ممتازة ممتازة يعني دي بتجمع ما بين الجمال والأداء. ممتازة ممتازة. وفي المسلسل بتاع جراند أوتيل في بنتين حلوين جدا جدا بس جدا. في حد بتشوفيه بتقولي ده امتداد لسوريا رمزي؟ في بص، هو ما فيش حاجه اسمها امتداد، لا 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 لا، ولا في وين؟ ايام جيلنا، لا ولا في ايام جيلنا، كان كل واحد ليه كنا شبه بعض تقريبا ساعات في الصور كلنا، انما كل واحد ليه لونه وله اسلوبه وله شكله وله طريقته. ونفس الحكايه دلوقتي، لا ما فيش حد يكمل حد، ولو في كده مش هتنجح. لا هو في لو حد قال طلع بعد هند رستم؟ لا ما فيش. طيب ما انت بتقول هو كنتوا جميلات وحلوين ومش عارف ايه، انما جينا جنب هند رستم؟ ولا حاولتي تقلديها لا لما لا كان لا، في ما مشاهد ينفعش. تتطلب الإغواء لا ما والإغراء ينفعش، دي حكاية تانية، دي حكاية تانية. هم بقى يقولوا بتعمل إغراء زي هند رستم، دي سكة هند رستم، دي هم يقولوا كده هم، إنما أنا بقول لك لا طبعا، عمر ما ده يحصل.